كان يقول غلطت في بدايتي في أربعة. أنا كنت أنا ظانن شيء وطلع شيء ثاني. بدايتي توهمت أني أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه. أنا متوهم أني كنت ذاكر ومسبح ما يقيمة من إيده، وكنت أني ذكر أني أنا أفكر حالي أني عارف بالله، أفكر حالي أني أحب، أنا بحب الله، وفكر حالي أني أنا طالب الله. قال فلما نظرت يعني مع الزمان انكشفت لي الحقائق. هذا الكشف هذا أعظم كشف عند أهل الله بيسموه، لما تكشف نفسك. كشف ما في نفوس الناس هذا بيعتبروه كثير من أهل الله بيعتبروه كشف شيطاني. إذا أنا قاعدون شفت وائل قدام مني لقيته يعني لابس ثوب مثلا الشهوي، قلت هذا وائل شهواني. هي كثير من رجال الطريق بيقولوا هذا كشف شيطان، لأنه في هتك للأستار، وبيدعوا الله أنه الله يصرف عنهم هالكشف، ما بدنا إياه يعني. إلا إذا كان أحيانا شيخ وبيربي مريدينه عشان يوجههم ويسلكهم، ما أكثر من هيك. ما بيذكر لهم ما يرى منهم. فقال فلما نظرت لنفسي هذا الكشف، كشف نفسك، تكشف نفسك انك انت فاضي، تكشف نفسك انك انت موهوم، تكشف نفسك تعرف مقامك وين. يمكن اذا صار لك شوية احوال فكر حالك فوق، خصوصا اذا قاعد عند شيخ وهو عم يصير معه احوال، البقايا ما عم يصير معه الاحوال، يمكن يفكر حاله انه فوق الكل هو، وانا احسن من كل الاخوان لانه عم يصير معي احوال، انا عم يصير انا عم شوف انوار دول ما عم يشوفوا. إيه أنا عم بصير كشف مني، ما عم يصير معهم كشف. إيه أنا قلبي عم بسمع قلبي يقول الله الله، أنا ما عم يصير معهم. عشان فكر حاله إنه هو فوق الجميع. هنن عادي عطول بيقولوا له والله حالة المسبحة لي 10 سنين ما عم يتحرك قلبي، والتاني والله بعمري ما شفت شيء، منامات ما بشوف، لكن الشيخ بالمنام ما عم شوفه. هذا بشوف بيقولوا إيه بدهم شغل كتير، وين أنا وين أنا وين هن. فهذا العجب والنفخ هذا بينزله إلى أسفل من نعاله. إذا كان في شيء بيروح، وإذا بالأصل هو عنده قليل من الاستعداد، في النفوس استعدادا للكشف أكثر من النفوس، يعني في عنده ما عنده كثافة، لذلك بطبيعتها لذلك يصير له كشف بسرعة. في نفوس كثيفة شوي يطول ليصير معها الكشف، بده بذل كثير جهد كثير ومخالف نفسه كثير وذكر كثير حتى يصير معه كشف. فإذا صار معه شيء وفاش على إخوانه هذا عجب وغرور. فأنت أعظم كشف، لذلك قالوا أهل الله أعظم كشف لما تكشف نفسك، تعرف حقيقتك أنه أنا دون الإخوان، الإخوان كلهم أفضل مني. هذا يا أحبابي مين منكم بده يعملوا الأدب؟ هذا الأدب قليل من عبادي الشكوى. هلا انا بعرف انا متاكد انه كلها تكونها، ما فيكم واحد شايف حاله انه هو ادنى واحد عند الشيخ. انت فابو يعني انا بالنص، في احسن مني وفي انا احسن منه، هذا مسكين مغرور، هذا ما له سالك. في واحد شايف حاله انا احسن واحد فيهم، انا افهم واحد، كله ما له فهماني يعني شيخ، بس انا الفهمان، ممكن يعاند الاخوان، لا انت مالك فهمان، انا هيك هيك انا فهمت على الشيخ وهيك الشيخ قال. وبيحصر انه مفهوم الشيخ بما فهمه هو، هيك هيك بي. هذا مسكين مغرور، هذا مو سالك. المريد يا احبابي اللي بيشوف حاله ادنى واحد بين اخواني شايفين، ما هذا الحكي حقيقة شايف حاله ادنى واحد، شايفهم كلهم احسن منه، حتى اللي اجى امبارح شايفه احسن منه، لا نسيك من جوا انه هو احسن مني، كلهم احسن مني. فاما اذا شاف حاله فوق مثل ما صار مع ابو يزيد، توهمت اني اذكره واعرفه واحبه واطلبه، توهم كله. لكن لما كشف الله لي عن نفسي
وكشف لي الحقيقة واكتشفت نفسي. قال فلما نظرت رأيت ذكره لي، كان طريق الله أول هو اللي وفقني بالذكر حتى أنا ذكرته، ومعرفته بي وحبه لي وطلبه إياي كان أولا. الله كشف يعني الحقيقة، قال لي وين رايح؟ لأنه في عناية إلهية فيه. وين رايح يا أخونا؟ وين رايح؟ أنت ذاكر؟ الله ذكرك، هو اللي جذبك للذكر وحبب لك الذكر، فذكرك قبل أن تذكره، حبك قبل أن تحبه، وعرفك به قبل أن ترزق معرفته بالظاهر، وهو طلبك فطلبته. أنت كنت مطلوب من قبل ما تطلبه. فشو شايفين؟ شايف حالات هذا من اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. المزكي الأول للنفس مين؟ الله. شيخ وكيل عن الله لتزكية نفسه، النبي وكيل عن الله بتزكية نفسه. لذلك أحيانا الله بيتدخل، الله بيتدخل بالمريد، بسلوك المريد، بوجهه، يشوف عنده شوية غرور، بيكشف له عن حقيقته، بلاقي حاله وين تحت، فكر حاله انه مقامه عالي كتير، بيكشف له عن مقامات الاخوان، بلاقي الاخوان كلهم فوقه، هو تحت تحت، ولي والله كنت فكر حالي فوق. بتجي رحمة من الله، فضل من الله عز وجل، فبيذوق يتوب، لأنه بيعرفوا أن دون أرقى منه عند الله. إذا خدمتهم بتقربوا، قربوا إلى الله عز وجل. هذا يا أحبابي، هذا اللي الله، هذا المريد، هذا المريد. فأبو يزيد كان متوهم والتوهم زال، الله أزال له التوهم. إذا أنت الله ما أزال لك التوهم، هي شيخك عم يزيل لك التوهم، شيخك اللي عم يزيل لك التوهم. لا تتوهم حالك انك انت فوق اخوانك، هذا بيكون ابعد الناس عن الله. فهمت وايه؟ فهمتوا؟ فمين احسن منكم؟ مين احسن واحد فيكم؟ وهذا اذا كان كثير العبادة. اذا ما في عبادة، اذا ما في عبادة وما في شيء زيادة عن اخوانه، وشايف حاله فوق اخوانه، يا حسرتي على هذا. ما في داعي للغرور ومغرور، ما في داعي للتعالي متعالي. إبليس عبد الله 50 سنة، عشان هيك ما رضي يسجد لآدم، ومع هيك ملعون إلى قيام الساعة لأنه قال أنا. كيف إذا كان ماله بالأصل متعبد ورفض أن يسجد للمتعبد؟ هذا ملعون دبل، هذا إبليس دبل، ما طاق واحد طاقين. وفي من المريدين من يكون كذلك، في واعي مريدين كان يشوف حاله أحسن من الشيخ، بعدين إذا شوية كمان صار له شوية كشوفات وشوية كذا، يمكن يفكر حاله صار أحسن من الشيخ. شوية تاني يقول له شيخ اوعى هيك، لو عد محلك، لأنه اللي بيبدأ من هون بينتهي هون. اللي بيشوف حاله أنا أفضل من إخواني، بيجي وقت بيصير أنا أفضل من شيخي.